بجد التعب حضراتكم مشاهدينا مشاهدي ملاعب الابطال واون تايم سبورتس. وصلنا للنصف الثاني من حلقتنا النهارده في ملاعب الابطال اللي دايما بيكون فيها معانا يا اما بطل يا اما احد المسؤولين في الالعاب الكتيره جدا اللي احنا بنحاول الحديث عنها وتغطيتها. الحقيقه واحده من الالعاب المهمه جدا وهي لعبه العاب القوه، وانا بقول العاب مهمه لان هي ممكن نحصد فيها عدد كبير من الميداليات، لان اللعبه دي بتتشعب لاجزاء كتيره جدا، مدرسه الجري بكل المسافات بتاعتها ال100 وال800 وال1500 وجري مسافات طويله والتتابع، نروح لمدرسه الوزب، عندنا الوزب بالزانه، الوزب العالي، الوزب الطويل، الوزب الثلاثي، ايضا رياضه الحواجز موجوده فيها، مدرسه الرمي موجود، المطرقه والجله والرمح، وطبعا يعني شعوب يعني تفاصيل كتيره جدا موجوده في العاب القوى. لذلك احنا حريصين ان احنا نغطي هذه اللعبه بشكل جيد. عشان كده ضيفي النهارده هو الدكتور محمد عبد الرؤوف، المدير الفني للاتحاد المصري في العاب القوى. دكتور محمد برحب بحضرتك في ملاعب الابطال. اهلا بحضرتك كابتن محمد، وشكرا لحضرتك واسره البرنامج على الاستضافه. يمكن زي ما قلت لحضراتكم لعبه العاب القوى لعبه هامه جدا، خلونا نشوف هذا التقرير نعرف اكتر منه تفاصيل عن العاب القوى، نرجع نكمل حديثنا مع الدكتور محمد عبد الرؤوف المدير الفني للاتحاد المصري في لعبه العاب القوى. ده كان تقرير عن لعبة ألعاب القوى، ومعظم أبطالنا اللي إن شاء الله عليهم أمال كبيرة جدا إن هم يحصدوا لمصر إن شاء الله ميداليات في حالة تأهلهم للأولمبيكس أو ميداليات بشكل عام في بطولات العالم اللي بيخوضوها. نرجع للحديث مع الدكتور محمد عبد الرؤوف المدير الفني للاتحاد المصري في لعبة ألعاب القوى. دكتور في البداية طبعا يعني حضرتك تمتلك من الخبرة الكثير والكثير، بقال حضرتك دلوقتي 30 سنة ما شاء الله أو 30 عام خبرة في ألعاب القوى. حضرتك كنت أيضا بلاعب في لعبة الجري مسافات الطويلة 800 1500، ياريت حضرتك تعرف نفسك على السادة المشاهدين أكتر لأن حضرتك تمتلك من الخبرات أيضا العديد والعديد زي محاضر في الاتحاد الدولي، فهم أكيد حابين يعرفوا من حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية بشكر حضرتك وبشكر أسر البرنامج مرة تانية. أنا بدأت في ألعاب القوى كلاعب، كنت لاعب مسافات متوسطة 800 1500، بدأت أمارس ألعاب القوى في 1986، وبعد ما اتخرجت من الكلية يمكن أنا وصلت في الناشئين والدرجة الأولى في مسابقات 800 1500 في بطولات الجمهورية على مستوى الدرجة الأولى. وبعد ما اتخرجت من الكلية سنة 1993 من كلية التربية الرياضية الهرم، بدأت التدريب في نادي الشمس سنة 1994 كمدرب، وتدرجت إلى أن أصبحت مدير فني في 2015، وبعدين انتقلت النادي طلاء الجيش 2018 مدير فني النادي طلاء الجيش، وعملت مع الاتحاد في خلال الفترات دي كرئيس لجنه رئيس لجنه المدربين وعضو اللجنه الفنيه ولجنه المسابقات على مدار وقت كبير. وفي الاتحاد الدولي الحمد لله انا من 2004 محاضر في الاتحاد الدولي لالعاب القوى، فانا بقالي فتره طويله في مجال العاب القوى، وكان عندي لاعبين كتير في مسابقات الحواجز والسبرنت، بعضهم صاحب الارقام ارقام مصر وبعضهم اتاهل لبطولات عالم زي اللاعب ايمن محمد احمد، تاهل لبطوله العالم في موسكو 2013 في مسابقه ال 200 متر عمل 20-60، وكان ده افضل لاعب بعد عمرو سعود طبعا لاعبنا القوي اللي كان لعب اولمبياد لندن وتاهل للدور قبل النهائي. طيب يعني نخلي دلوقتي ما بين الحدث الاهم ان احنا مقبلين على اولمبياد ان شاء الله في حال اقامتها طوكيو 2021، ريت حضرتك قبل ما نطمن على استعدادات اللاعبين ايه تعرف الساده المشاهدين ايه هو نظام التاهل في العاب القوى. بيبقى فيه تاهل بالكوتا او الاتحاد او كل اتحاد بيبعت عدد من اللاعبين، وبيبقى فيه تاهل ايضا رقمي، ريت حضرتك تشرح للساده المشاهدين التفاصيل وايه الفروق ما بينهم. طبعا فتره التاهل زي ما اتعرض في التقرير كده، الاتحاد الدولي وقف الفتره بتاعه التاهل وهيبدا التاهل تاني يفتح من 1 ديسمبر ان شاء الله القادم. في طريقتين للتأهل، في عن طريق الانتري ستاندرد اللي هي الأرقام التأهيلية اللي الاتحاد الدولي محددها في كل مسابقة، وفي عن طريق الرانكينج. والاتحاد الدولي محدد عدد لكل للاعبين اللي هيشاركوا في كل مسابقة، لو خدنا مسابقات الرمي كل مسابقات الرمي عدد اللاعبين اللي هيشارك 32 لاعب. بعضهم لو خدنا مثلا مسابقة المطرقة الاتحاد الدولي مقسم 16 لاعب هيتأهلوا عن طريق الأرقام التأهيلية، وال16 التانيين أفضل ناس موجودين على الرانك الدولي. لو خدنا مسابقة تانية زي الجلة هنلاقي مقسمها بشكل مختلف، هنلاقي 19 لاعب هيتأهلوا عن طريق الرقم و13 لاعب هيتأهلوا عن طريق الترتيب الدولي. تمام. فإحنا عندنا اللاعب الوحيد اللي اتأهل عن طريق تحقيق الرقم التأهيلي مصطفى عمرو، الرقم التأهيلي في مسابقة دفع الجلة 21 متر 10 سنتي، هو عمل 21 متر 11 وتأهل بالفعل. عندنا بعض اللاعبين مؤهل على الرانك دلوقتي، في نوعين من الرانك، في الرانك الدولي العام
وده لو بصينا ليه هنلاقي اللعيبه ممكن يكونوا خارج العدد المؤهل. في رانك تاني اللي هو رود تو اولمبيك جيم اللي هو بتاع الاولمبيات. ليه؟ لان الرانك العام عليه كل اللاعبين اللي موجودين في كل الدول. ممكن امريكا مثلا في مسابقه ال100 متر تلاقي 10 لاعبين موجودين، انما المسموح للدوله 3 بس يشاركوا في الاولمبيات. عشان كده الرانك بتاع الاولمبيات مختلف تماما. فاحنا بنبص على الرانك بتاع الاولمبيات هنلاقي عندنا مصطفى عمر 19 على الرانك دلوقتي، عندنا مصطفى الجمل 24، مصطفى مجدي 27، بسنت حميده 28 في ال 200 متر، عندنا اللاعب سالم في الموانع 44، واحنا عندنا اللي هيشارك في الموانع 45. فاحنا عندنا العدد ده موجودين اوريدي في العدد اللي مسموح له يلعب لغايه دلوقتي. بس طبعا اول ما الرانك يفتح من 1/12 والبطولات تبدا الخريطه بتتغير. عشان كده احنا مهم جدا الفتره اللي جايه ان شاء الله ان يبقى في بطولات واحتكاك، واحنا عندنا بلان بالكلام ده ان شاء الله. طب كنت لسه هسال حضرتك، انتوا كاتحاد مصري اكيد بتحاولوا دلوقتي مع الظروف اللي كانت موجوده في فتره الكورونا، فتره عدم وجود اي بطولات، بتستعدوا ازاي لهذه التصفيات بحيث ان انتوا تضمنوا مشاركه اكتر عدد من اللاعبين؟ احنا اول حاجه عملناها انا مع الاتحاد تقريبا من شهرين تقريبا، بدات مهمتي من شهرين. بدأنا بمعسكر مغلق، الحمد لله نجحنا ان احنا بعد دعم الوزاره، وطبعا بشكر وزاره الشباب ممثله في الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب اللي هو دعمنا في الفتره الاخيره بصراحه دعم كبير جدا. قدرنا ان احنا نعمل معسكر مغلق وفي طريقنا ان احنا نوفر كل العقبات اللي كانت موجوده ونذللها للاعبين. احد الفنادق القريبه من استاد القاهره والمعسكر موجود في استاد القاهره. بالنسبه للمسابقات احنا حطينا خطه اعداد من بدايه من شهر اكتوبر حتى الوصول لطوكيو. اخر فتره للتاهيل 29 يونيو 2021. خلال الفتره دي حطينا خطه من المعسكرات الداخليه والخارجيه للاعبين كلهم في تخصصه. اول بطوله هنعملها ان شاء الله هتبقى بطوله الجمهوريه يوم 9/12، ودي هتبقى من ضمن البطولات المؤهله. احنا البطولات المحليه بتدخل في التاهيل، بس المهم ان احنا نكون بعتين الكالندر بتاعنا للاتحاد الدولي علشان يبقى موجود عنده، وبعد كده بنبعت الارقام اللي موجوده في البطولات دي بتعتمد. في عندنا معسكرات خارجيه مخططين لها ان شاء الله لو الامور ماشيه كويس وفقا طبعا لظروف كورونا. اول معسكر هيبقى في يناير في جنوب افريقيا. طبعا احنا عاملينه في نص الكره الجنوبي عشان اوروبا طبعا في الوقت ده بيبقى الجو بارد. وان شاء الله مخططين ان احنا في شهر ابريل ان شاء الله بعد بطوله الجمهوريه اللي هتتعمل في 2021 اللعيبه بقى اللي هيبقى خلاص ظاهر انهم مؤهلين ان شاء الله يبقى في معسكر وبطولات مع المعسكر في اوروبا ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق ليهم باذن الله، نتمنى انها تكون فتره إيجابية وتقدروا تستعدوا بشكل جيد. مكملين حديثنا مع الدكتور محمد عبد الرؤوف والمدير الفني للاتحاد المصري في ألعاب القوى، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. بجد التعب حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس ملاعب الابطال، مكملين حديثنا مع الدكتور محمد عبد الرؤوف المدير الفني للاتحاد المصري في العاب القوى. دكتور، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن بقيه الاستعدادات وفرص تاهل لاعبينا المشاركين في الاولمبيكس ان شاء الله. عايز اطمن من حضرتك، ايه البطولات المقبله اللي ممكن تتاح الفرصه للاعبين المشاركه فيها، فبالتالي اللاعب اللي ما حسمش لسه التاهل يقدر يكون عنده فرصه واثنين وثلاثه ان هو يتاهل؟ زي ما ذكرت حضرتك احنا عندنا في البطولات بطوله الجمهوريه او البطولات المحليه، وفي بطولات دوليه ان شاء الله بدايه من شهر ابريل ان شاء الله. مخطط لينا ان احنا نروح اوروبا نشارك في العديد من البطولات الدوليه او اللقاءات الدوليه، دي البطولات اللي ممكن نتاهل من خلالها. في بطولات رسميه عندنا في مارس ان شاء الله في بطوله العالم للصالات المغلقه، ودي بتبقى عدد مسابقاتها قليل شويه والعام القادم اللي هيشارك فيها عدد قليل، فعندنا فرصه ممكن مصطفى عمرو في الجله ان مسابقه دفع الجله موجوده، فممكن مصطفى عمرو ان شاء الله يتاهل ليها. عندنا بطوله افريقيا ان شاء الله هتبقى في شهر يونيو او مايو، لسه الاتحاد الافريقي ما حددش ميعادها بالظبط، بس هتبقى ما بين شهر مايو او يونيو. بطوله افريقيا للكبار، ودي محطه مهمه جدا للاعبين كلهم ان شاء الله. كاستعدادات مش كتاهل، صح كده؟ للاثنين، لان هي في الفتره بتاعه التاهل، احنا اخر ميعاد للتاهل 29 يونيو. تمام. فمن المحطات المهمه عندنا محطه ثانيه برضو بطوله البحر الابيض متوسط هتبقى في شهر مايو تحت 23 سنه، عندنا اثنين لعيبه من الموجودين من اللعيبه اللي بنعدهم، لاعب شهاب في القرص وروان ايمن في المطرقه، ودول لسه تحت 23 سنه، فدي بطوله هيشاركوا فيها برضو ان شاء الله هتبقى محطه مهمه جدا بالنسبه لهم. طيب. زي ما حضرتك قلنا البطولات الدوليه دي في حال ان كورونا
يعني الامور ما تطورتش اكتر من كده. النشاط بيشتغل عادي. طيب بالزبط. نروح لحاجه تانية، دايما اللاعبين في الالعاب الفرديه بيهتموا شويه بوجود معسكرات خارجيه، لو تعذر بما ان احنا بنتكلم عن كورونا، لو تعذر السفر، هل الاتحاد المصري او حضرتك عندكم خطط بديله ان انتم تخلوا اللاعبين يكتسبوا بعض الخبرات الدوليه واحتكاك بلاعب اجنبي غير الاحتكاك باللاعب المحلي ولا لا؟ هو بالفعل احنا عندنا خطه بديله للسفر، احنا حاطين في الكالندر بتاعنا ان شاء الله هيبدا نبعته للاتحاد الدولي في خلال الشهر ده العديد من اللقاءات المحليه. هتبقى ما بين 15 ل 20 لقاء هيبداوا من فبراير حتى يونيو 2021. وعندنا بلان ان احنا ممكن في خلال اللقاءات دي لو ما كانش في سفر وفي معسكرات خارجيه ان احنا ندعو بعض اللاعبين من الدول المجاوره سواء في شمال افريقيا او الدول العربيه في الخليج ان يشاركوا بحيث يبقى مستوى المنافسه عندنا قوي او لاعبين من افريقيا. ده الخطه البديله لو لا قدر الله ما فيش سفر والدنيا مقفوله في اوروبا مثلا. تمام. عايز ارجع للحديث اكتر، نتعمق في تفاصيل العاب القوى. ليه مصر يمكن عندنا دايما بنشوف لعيبه جيدين ولكن ما عندناش حتى الان في رصيدنا غير بطوله واحده، ميداليه واحده حققها ايهاب عبد الرحمن في البطولات الدوليه اللي كانت في بطوله الصين 2015 وقدر وقتها يحقق فضيه، ليه ما عندناش العديد من الميداليات؟ هو يمكن زي ما حضرتك قلت الميداليه الوحيده اللي اتحققت في تاريخ العاب القوى ميداليه ايهاب عبد الرحمن في بطوله العالم في الصين 2015 كان ميداليه الفضيه، وعندنا بعض الميداليات برضو تحققت في بطولات العالم للناشئين، كان لاعب ياسر فتحي، محمد مجدي، علاء العشري. احنا يمكن في فترات كان فيها عدم انتظام او عدم توقف او نقص امكانيات بتتسبب في ان ما فيش استمراريه في اعداد اللاعبين، وحضرتك عارف اعداد البطل بيحتاج لسنوات قد تصل الى 8 سنوات من التخطيط ومن التدريب المستمر. في فترات كان بيبقى فيها نقص إمكانيات أو عدم الاهتمام باللاعبين، وبالتالي كان اللي بيوصل لبطولات العالم عدد قليل قوي. احنا يمكن على المستوى العربي والأفريقي لينا وضع كويس مش وحش، إنما طبعا تقدم الدول في الرياضة بيقاس بالأولمبياد، ده رقم واحد، وبطولات العالم. فاحنا نأمل الفترة اللي جاية إن شاء الله احنا حاطين خطة طويلة المدى، يمكن بالتعاون مع مشاريع القومية للوزارة في مشروع الموهوبين احنا بنستعد بيه من دلوقتي، هيبدا في يناير. الاتحاد مع الوزاره مختارين مجموعه من الاولاد مواليد 2009 2010 اللي ان شاء الله في 2026 اولمبيات الناشئين يستعدوا للاولمبيات دي. فاحنا الفتره اللي جايه ان شاء الله في تخطيط طويل المدى بدايه من اللاعبين الناشئين السن الصغير بحيث ان احنا نبني قاعده كبيره، يبقى عندنا زي ما حضرتك قلت ابطال في معظم المسابقات مش في الرمي بس، واحنا عندنا خامات كويسه جدا في الوزن وفي السبرنت وفي الحواجز. طب ما دام قلت سبرنت وحواجز، طب العاب القوى النسائيه اخبارها ايه؟ نطمن من حضرتك بشكل عام عليها، ونطمن ايضا على واحده من ابطالنا او بطلاتنا تحديدا بسنت حميده. عندنا طبعا بسنت حميده يعني اللي هي المفاجاه بتاعتنا، لان احنا طول عمرنا ما كانش عندنا حد بيروح الاولمبيات من البنات غير عن طريق الكوتا، ما كانش عن طريق التاهيل بالرقم يعني. بسنت حميده ماشيه في الفتره اللي فاتت بشكل كويس جدا، ارقامها بتتطور كويس جدا مع مدربها الكابتن محمد عباس، ويمكن هي على الرانك دلوقتي 29 في الـ200 وكترتيب عددي، انما هي فاضل لها 2 جزء من الثانيه في الـ200 متر، رقم الـ200 متر في التاهيل 22.80، هي عامله 22.83، فاضل لها 3 اجزاء من الثانيه، وده رقم وده حاجه سهله جدا تحققها في البطولات اللي جايه ان شاء الله، وتعمل لنا مفاجاه ان شاء الله. يعني بنامل انها في بطوله العالم من السهوله ان شاء الله انها توصل سيمي فاينل ان شاء الله. في بطولات تانيين غير بسنت حميده على خطه الاعداد زي ما حضرتك قلت، في روان ايمن. في روان ايمن طبعا بطلتنا، بطله المطرقه في اولمبياد الشباب، وعندنا هدى هجرس في المركب، وعندنا ايمان منصور في 400 متر، دول موجودين من ضمن اللاعبين اللي بنعدهم لطوكيو ان شاء الله. حتى لو في منهم مش هيوصل انه يستعد لطوكيو احنا بنعدهم للاولمبيات اللي بعديها ان شاء الله 24 باريس. بشكل عام حضرتك شايف مصر محتاجه ايه في العاب القوه؟ هل نستعين بخبرات اجنبيه؟ هل محتاجين زي ما حضرتك قلت اعداد خطه للبطل طويله الاجل توصل لثمان سنين؟ يعني الاهتمام بالالعاب القوى ايه اللي ناقصنا وايه اللي ممكن نعمله عشان ندعم العاب القوى في الفتره القادمه؟ العاب القوى محتاجه من الالعاب اللي هي فيها التخصص متاخر شويه، ومحتاجه وقت طويل جدا من التدريب، وبالتالي زي ما قلت لحضرتك هي محتاجه تخطيط طويل المدى. وبالفعل احنا بدانا بالفعل كاتحاد دلوقتي، يمكن مجلس اداره داعم الموضوع ده بقوه ان احنا نشتغل على المدى البعيد ونبدا نشوف الخامات الكتير. احنا عندنا خامات كتيره جدا موجوده في المحافظات، نبدا يتم رعايتها والاستمرار في رعايتها زي ما كان بيحصل قبل كده في مشروع مدرسه الموهوبين مثلا. فالفتره اللي جايه الاتحاد بالتعاون مع وزاره الشباب في المشاريع القوميه
ان شاء الله يبدا اعداد اللاعبين بشكل مستمر ومتواصل، ما يبقاش فيه انقطاع، واحنا بنشتغل من دلوقتي على اللاعبين الناشئين بتوعنا بتوع 18 سنه و20 سنه، لان احنا عندنا عام 2021 ان شاء الله عندنا بطوله العالم تحت 20 سنه في نيروبي، ان شاء الله برضو في مجموعه من الواعدين عندنا بنعدهم ليها. ان شاء الله بشكر حضرتك جدا يا دكتور محمد، وان شاء الله بوجود حضرتك مع الاتحاد يبداوا يستفيدوا من خبرات حضرتك الطويله اللي وصلت لاكثر من 30 عام، وان شاء الله يكون وشك حلو كده علينا ونبدا نحقق ميداليات ان شاء الله، وتبقى اولمبيكس كمان ان شاء الله. الله بفريق العمل اللي موجود، لان طبعا حضرتك النجاح كله فريق عمل جماعي، في مجموعه من المدربين ومجموعه من الناس اللي موجودين اللي بيتمنوا تطوير العاب القوى ان شاء الله بالعمل الجماعي الفتره اللي جايه يبقى في ميداليات تسعد المصريين كلهم في العاب القوى ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا. شكرا لحضرتك. شكرا لك. شكر موصول لحضراتكم مشاهدينا ومشاهدي ملاعب الابطال واون تايم سبورتس. كده بنكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده من ملاعب الابطال، غدا ان شاء الله لقاء يتجدد وحلقه جديده من ملاعب الابطال، نشوفكم على الف خير.